صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 83 لسنة 2023 بتعيين مدير في مكتب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء على عرض مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء. جاء فيه تعين السيدة فاطمة السيد رضا إسماعيل إبراهيم مديرا لإدارة المشاريع في مكتب رئيس مجلس الوزراء.